بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء رضي الله عنهم: من أحصاها، أي من تخلق بها، أي من عاش بها. فهذه الأسماء وأسماء الله سبحانه وتعالى لا منتهى لها، ولكن هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما. ففي الحديث الشريف: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فيدل على أن الأسماء الإلهية لا حد لها، ولكن هناك مجموعة من الأسماء علمنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة، وعلمنا كيف نتخلق بها وكيف نعيشها وكيف نتعامل بها وكيف نربط قلوبنا بالحق سبحانه وتعالى عن طريقها. من أسماء الله سبحانه وتعالى الباسط، والباسط هو اسم يجمع مجموعة من المعاني ويجمع مجموعة من المفاهيم. فالباسط يشمل معنى الانتشار، ومعنى حل العقد، ومعنى تقريب الأمور. فإذا بسط الإنسان شيئا فقد وسعه ويسره لمتناوله وقربه إليه. ولذلك فالله سبحانه وتعالى باسمه الباسط سبحانه وتعالى يبسط لنا الخيرات، ويبسط لنا المبرات، ويبسط لنا النعم الذي أكرمنا الحق سبحانه وتعالى في حياتنا وفي معيشتنا، النعم المعنوية والنعم المادية والنعم الروحية. وكذلك يبسط لنا الحق سبحانه وتعالى باسمه الباسط، يحل لنا الكرب ويحل لنا العقد ويسهل لنا الأمور التي تكون متعسرة علينا، والتي تكدر معيشتنا، والتي تكدر حياتنا واستمرارنا واطمئناننا. فاسم الله سبحانه الباسط يشمل معاني تحليل العقد وتفريج الكرب. وكذلك الله سبحانه وتعالى يبسط لنا أبواب الخيرات، ويبسط لنا أبواب النعم، ويبسط لنا، يفتح لنا أبواب التوفيق وأبواب التطور والازدهار في حياتنا وفي أخرانا. هذا الاسم الباسط، التعلق به وكثرة ذكره وكثرة الارتباط بالحق سبحانه وتعالى، ينشئ مجموعة من الأحوال ومجموعة من الترتبات. فإن التعلق والدعوة للحق سبحانه وتعالى باسم الله الباسط يكون سببا في تفريج الكرب، وسببا في تيسير الأمور، وسببا في كل قرب وكل تسهيل في الحياة، وكل استمرار على طريقة غير معقدة، وعلى طريقة سهلة غير ممتنعة. وكذلك من أخلاق المؤمن أن يكون منبسطا للآخرين، أن يكون منبسطا في تعامله مع الناس، أن يكون منبسطا في حياته، في التعامل مع الإكراهات، في التعامل مع إخوانه، في التعامل مع أبنائه، في التعامل مع المجتمع. فالإنسان الذي يكون عبد الباسط إنه يكون عبدا متخلقا بأخلاق الحق سبحانه وتعالى، فإنه إنسان سهل لا يعقد الأمور، وإنسان يبحث عن الطرق السهلة وعن الطرق غير الملتوية. وعبد الباسط يكون إنسانا منشرح الصدر، يكون إنسانا واسع الخلق لإخوانه، يحتويهم بأخلاقه، يحتويهم بصبره، يحتويهم بعطائه، يحتوي الناس بكافة ما رزقه الله سبحانه وتعالى، يحتويهم بماله، يحتويهم بجاهه، ويحتويهم بكافة هذا. والباسط كذلك يقرب، عبد الباسط يقرب الأمور إلى الناس، يقرب الأمور في حياتهم العامة، يقرب الأمور في علمهم،
يقرب الأمور في مشاكلهم، يقرب الأمور في كل شيء. فهذا من تجلي اسم الحق سبحانه وتعالى الباسط. والتخلق بأخلاق الحق سبحانه وتعالى ينشئ للإنسان نوعا من القرب ونوعا من المناسبة مع الحق سبحانه وتعالى. وهذه المناسبة هي سبب لفتح مجموعة كبيرة من المدارك، لأن الإحسان هو سبب لإعطاء أعطيناه حكما وعلما إن كذلك نجزي المحسنين. فالإحسان من نتائجه أن يعطي الله سبحانه وتعالى الحكمة ويعطي المعرفة ويعطي العلم لصاحبه، وكذلك يفتح له الكثير من المنافذ في حياته، الكثير من المنافذ في أموره الدنيوية وأموره الأخروية. ولذلك فإن كل وصلة بالحق سبحانه وتعالى وكل طريق يجمع القلب على الله سبحانه وتعالى فإنه طريق من طرق الخير ومن طرق الرشاد. فكان الشيوخ رضي الله عنهم في سابق الزمان يعتنون بربط المريد وبربط المؤمن بأسماء الحق سبحانه وتعالى وبصفاته العلى سبحانه وتعالى، فألفوا قديما وحديثا في أسماء الحق سبحانه وتعالى، بل لا تكاد تجد عالما مبرزا أو إماما إلا ويربط الناس بأسماء الله سبحانه وتعالى وبصفاته، وهي تعتبر مرتكزا أساسيا في معرفة عقائد الإسلام وعقائد المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى على الوجود عن طريق الأسماء وعن طريق الصفات. ومن ضمن من ألف في هذا المجال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي، فله كتاب الأمد الأقصى في أسماء في شرح أسماء الله الحسنى. هذه أسماء الله الحسنى هي كلها سنارات وروابط لربط الإنسان ولربط المؤمن بالحق سبحانه وتعالى. ومن ضمن هذا الربط أسماء الله سبحانه وتعالى التي فيها الرحمن والتي فيها الرحيم والتي فيها المنعم والتي فيها القابض والتي فيها الباسط، فالتعلق بها والتي فيها اللطيف كذلك، فالتعلق بها له أسرار. وهذه الأسرار تكون بحسب، هي كالأدوية، تكون بحسب حاجيات الإنسان وبحسب طبيعته وبحسب ما يتعلق به من الأمور. فمداومة قراءة اسم الله الباسط هو مدعاة للتخلق بمعاني هذا الاسم الشريف، ومدعاة للاستمرار فيه عن طريق النفس نفسها، النفس البشرية، بأن يكون الإنسان يعيش في هذا الحال، يعيش في حال البسط، يعيش في حال عدم القبض، يعيش في حال التيسير وعدم التعسير، ويعيش كذلك في حال العطاء وفي حال التعامل مع الناس، وكذلك ينعكس هذا الحال منه إلى غيره بأنه يجذب الناس إلى الشعور بهذا الشعور، لأن الإنسان المتخلق بأمر إنما ينعكس هذا النور منه ويتجلى هذا السر منه إلى من يحيط به، فإن الجار يتأثر بجواره وإن المحب يتأثر بمحبوبه. فالإنسان الذي يتخلق باسم الله سبحانه وتعالى الباسط يكون في مجتمعه منبسطا وميسرا، ويكون هذا المجتمع الذي يكثر فيه أمثال هؤلاء الناس المتخلقين بهذا الاسم الكريم يكون مجتمعا من مجتمعات الربح ومن مجتمعات النجاح ومن مجتمعات السمو والاستقرار ومن مجتمعات النهضة وتقريب الأزمان وتقريب الطرق إلى الوصول إلى غايات النجاح والوصول إلى غايات السمو الأخلاقي. وذلك هو ما نصفه بجمعية القلب على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التخلق بأسمائه الحسنى والاقتداء بأوامره العلى سبحانه وتعالى والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه بمدح طه العربي.
مدح طه العربي تحلو صنوف الطربي تحلو صنوف الطربي فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي دوما تفوز بالأربي صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطربي مساكين نسبي بل وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطربي مساكين نسبي بل وصفه في الكتب بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مساكين نسبي بل وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مساكين نسبي بل وصفه في الكتب هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي صلوا على هذا